عليكم السلام ورحمة الله. أنا أخويا مصطفى المحمدية من لا أنا من الساكنة الجار ديالو. أنا السيد كنعرف ليه بزاف الحالات ديال يعني تحرش بالأطفال القاصرين. وهذا السيد كنسمع أنه كنتفاجئ بأنه بنت بنته يعني ممارسة للجنس. هادشي اللي سمعت أنا. لا شفت الدراري الدراري شي مارشي شي ثلاث حالات وما مارشي جوج حالات. يعني كيجيب الدراري كيدخلهم الدار. كاين واحد النهار حصلنا حنايا بالليل مخرج الدري من الشرجم. الدري شنو شحال في عمرو؟ هذا كبير حصلناه كبير شويه في اللاج. ما نقدرش نقول لك مارشي 12 عام ولا 15 عام شي 16 عام قال لي وقال 14 عام تقريبا 14 عام 15 عام شو اخويا ساكن نقية حي النضق معروف علينا النقي من زعما كاين بزاف ما كاين لا اجرام ما كاين حتى شي حاجه. ولكن من كنسمعوا هاد الحاله ان الجد كيتحرش ببنت بنته راه بزاف حشومه وعيب. حنا في المجتمع دي حنا بغينا من سعد الجلد سعد الوكيل سعد الملك يقوم بالدور ديالو. هادشي اللي كنطلبو نطلبو من السلطات تدير شي حاجه. راه هادشي بزاف ماشي اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره راه بزاف حالات. ولينا خايفين على الدراري الصغار. حنا ولا كل مره كتبان لك هازه ولده وغادي بين المدرسه. بالنسبه للمرض ديالو واش بالفعل هو كان مريض وما داواش فيه؟ عمرني ما شفتو انا مريض. ديما كنشوفه غادي الفجر غادي الجامع ديما غادي الخدمه صافي.